الحجر الأساس بالنسبة للنظام السياسي الجديد هو انتخابات حرة مستقلة نزهة بالنسبة لكل الانتخابات، وأيضا بالنسبة للاستفتاء، لأن القضية هذه الأمر هذا نتاع تأسيس المؤسسة هذه نتاع تنظيم الانتخابات في مكان الإدارة عوض الإدارة، هذا أمر أساسي لنشر الثقة بين مع المواطنين بين المواطنين ومن قائمين بالحكامة. التشاور إذ لم يتم اليوم سيتم في المستقبل لا محالة، لأنها أمر يخص مستقبل الجزائر ويخص النظام تأسيس النظام السياسي الجديد بالجزائر، وبالتالي يخص كل الأطراف، يخص الطبقة السياسية، يخص المجتمع المدني، يخص المواطنين.